سوق خان الحرير قلب مركز مدينة حلب القديمة، وهو أول أسواقها من الطرف الشمالي الغربي. تكمن أهميته أنه يحوي على ثلاث خانات ذات أهمية تاريخية كبيرة في تجارة مدينة حلب، وهي خان الحرير، خان جاكي، وخان البنادقة. يتم فيها بيع الحلويات التقليدية الحلبية والأقمشة. إبان الحرب على سوريا شوهت المجموعات الإرهابية معالمه، فقامت بحرقه وتدميره كبقية أسواق المدينة، فطاله الكثير من الضرر والخراب. وبالاتفاق ما بين الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حلب ومجلس المدينة ومؤسسة الأغا خان للخدمات الثقافية، انطلقت أعمال الترميم على عدة مراحل. قطعنا نسبة كبيرة بالأعمال، حاليا أنجزت الواجهات الحجرية، ما هدمه الإرهاب في قيصرية الجلبي يعيد ترميمه، واجهات المحلات انتهت، العتبات تركبت، الأبواب الخشبية أخذت للمعايرة، يعني بفترة قريبة إن شاء الله سيعاد تركيبها. خلينا نحكي في بند ظهر حديث بساحة الفيستو اللي هو السقف البيتوني اللي كان مغطي لها الساحة نتيجة تعرضها للحريق بفترة من الفترات، وعيد صبه بمادة البيتون المسلح. طبعا هذا السقف كان واصل لمرحلة إنشائية ضعيفة، تم الموافقة وصولا عن طريق اللجان الفنية أزيل هذا السقف البيتوني، وحاليا نحن بصدد دراسة سقف خشبي لهذه الساحة لإعطائها الرونق. بفضل التعاون اللي تم قمنا بالمراحل الأخيرة، ونحن هلا جاهزين لافتتاح السوق، والحمد لله الفعاليات التجارية جزء كبير منها تجاوب معنا، وأغلب الفعاليات اللي عملوا عملية ترميم نهائية لمحلاته. هو عمل هندسي بحت يتطلب الكثير من الدقة والإبداع للحفاظ على الطراز العمراني للسوق والروح القديمة له، فتم إعادة السوق إلى ما كان عليه سابقا، وإضافة الكثير من العناصر الجمالية للمحال التجارية الموجودة فيه. عملنا هون بنرجع لنعيد القلق للمدينة القديمة وللأسواق عامة، ونرجع لتجارتنا القديمة. نحن بندعو كل التجار تبع خان الحرير وورد جامع كلهم يرجعوا، لأني الأصل هون، المنبع هون، المدينة القديمة هون، يعني ربينا هون من تم هون إن شاء الله. العمل يجري بوتيرات متسارعة، بحيث وصلت عمليات الترميم إلى مراحلها الأخيرة، وسينبض سوق خان الحرير بالحياة من جديد في الأيام القليلة القادمة. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء.